تشكيلية حروفية. أنا فنانة تشكيلية خريجة المدرسة العليا الفن الجميلة، أستاذة الفن التشكيلي والخط العربي والحروفي. كندير ملتقيات ومعارض ورشات للأطفال على الصعيد الوطني والدولي، وعندي مجموعة من المعارض على صعيد الوطني وطنيا ودوليا، وكنشجع مجموعة من الطلبة أو النساء، وعندي ورشات مع ذوي الاحتياجات الخاصة. إذن كنحاول هذا الفن هذا الحروفي ياخذ واحد بحال قلتي القيمة ديالو، التعرف على صعيد المشاريع الفنية هو هذا الحدث اللي وقع مع هنايا في المشاركة ديالي، وأنني حاولت نخدم ماشي غير على السيبور لواحد، أنني حاولت نخدم على اللباس، على ليزوبجي، أي حاجة اللي يقدر إنسان عادي أنه يستعملها ويحطها في المنزل ديالو حاولت نخدم عليها باش تكون قيمة مضافة لهذا الفن، حيت لوحات ماشي كل واحد على بوقت ديالو ياخذ لوحة، دونك كنخدمهم على شي حوايج اللي تحس بديك الجمالية ديال الخط ديال الحروفية، يحسوا بها الناس حيت كتشوف شي واحد كيتذوق هذا ملي كتاخذ شي مرة ولا هذا أنها دايرة شال أو فولار وهو مخدوم بالإيد ومخدوم قدامها ولا هذا كيكون عنده واحد القيمة أكثر من أنه مطبوع ولا